أهلاً وسهلاً فيكم في حلقة جديدة على Arab Business Review. لقاءنا اليوم مع الدكتور نايف المطوع، مؤسس فكرة الـ99 وكذلك مؤسس مركز السور للاستشارات والتقييمات النفسية. حياك الله دكتور. الله حيك دكتور. بداية تحدثنا عن الفترة الدراسية ومشوارك التعليمي في البداية. أنت انتقلت إلى الولايات المتحدة الأمريكية، درست 3 تخصصات اللي هي الأدب الإنجليزي وعلم النفس السريري وكذلك التاريخ. حدثنا عن هذه الفترة. هذه الفترة كانت سنة بعد الغزو الكويتي من قبل الجيش العراقي، وكنت أنا في جامعة، كنت ثاني سنة، والدنيا كانت كلها قايمة قاعدة بالنسبة لي. أمريكا كانت 19 سنة بذاك الوقت، ويعني كنت محتاج شيء أنظم فيه وقتي، لأن فكري يعني أن أنت شخص قاعد برا ديرتك وأهلك مشردين وما عندك دولة، فشو بيصير بالمستقبل؟ فأنا طريقة اللي سويتها أني طلعت كتاب الجامعة اللي فيه الكورسات، وقلت أنا أبي أكسر القاعدة اللي عندهم، أبي أشوف شنو الكورسات لو خذيتها اللي ممكن أتخصص بأربع تخصصات، مو 3 4، وأتخرج بنفس الـ4 سنوات، كان مثل اللغز. فمتى شكوني؟ أنا شكوني بآخر سمستر، كان باقي لي كورسين ويكون عندي 4 تخصصات مو 3. فقال لي العميد لما شافوا اللي قاعد يسوي، قال له شوف، إحنا من سنتين صعبنا إن الواحد يتخصص تخصصين، وبنعطيك 3 لكن 4 مستحيل، حتى لو خذيت كورسين ما راح نعطيك تخصص رابع. فقبلت هالشيء وكملت، بس خليت تقريبا 54 صف بالـ4 سنوات اللي كنت محتاج اخذ 32، بس كان وقت كنت محتاج اشغل نفسي فيه، لان العكس ذلك كان ممكن النتيجه تكون مو خوش نتيجه. طيب دكتور، هي صعوبه التوفيق فيما بين هذه 3 تخصصات يعني هل كانت مثلا هو عامل وقتي اللي صعب، ولا كان في امور فنيه في الدراسه نفسها؟ والاثنين. انا كنت من النوع اللي كنت احب اقرا، احب استكشف، احب اذكر، يعني احد دكاترتي يعني سالني قال لي ايش بتسوي بـ3 تخصصات بعدين؟ قلت له ما ادري. وحتى لما جيت عقب ما خلصت دراسات العليا ورجعت الكويت، يعني بالنهايه ركبت شغلي بال99 مبني على تخصصات، يعني هو جزء منه تاريخ وجزء منه ادب انجليزي وجزء منه علم نفس، فقدرت بالنهايه اوصل اللي ابي اوصل له. بس في البدايه ما فكرت أبي أدرس هالشيء عشان أوصل هالشيء، بس درست الأشياء اللي شدتني. تمام. دكتور، بالنسبة لفكرة الـ99، هي عبارة عن فكرة لعمل كرتوني هادف انتقلت من الورق إلى أرض الواقع. تحدثنا عن هالتجربة وكيف بدأت أصلاً وكيف أتت الفكرة. شوف، أنا لما كان عمري 9 سنوات قلت حق أمي وأبوي لما أكبر راح أكون كاتب. قال لي هاي هواية ممتازة نايف، لا تفكر فيها شغل. فأنا من النوع اللي كنت أسمع الكلام أمي وأبوي، عادة الكبير يسمع الكلام والصغير ما يسمع، بس أنا كنت الكبير بين إخواني، فسمعت ودرست وكذا جامعة وكذا ماجستير ودكتوراه. وبعدين كنت بأول الـ30s من عمري، كان عمري 32 سنة، وكانت يعني كانت فترة إنه يا أبتدي هالمشوار بالكتابة يا خلاص، لأن دراسة وخلصتها. فحتى أذكر أبوي يعني لما رجعت عقب كل اللي درسته قلت له بسوي كتب مصورة، قال هذا ين، قلت لك ان تدرس علم نفس راح تصير مجنون شيء، قال لي بس الفكره شدتني. يعني هي بالنهايه انا بالنسبه لي كنت ابي اعيد صياغه الصوره النمطيه لثقافتنا، مو بس حق خارج حدودنا، داخل حدودنا بعد، لان الناس اللي قاعد يصورونها مهما ناس صراحه اثق فيهم بالنسبه لمستقبل عيالي ومستقبل ثقافتنا. وكنت من الناس دائما اشتكي ليش ثقافتنا بهالطريقه، ليش قلت يا اخي يعني غير المناقشه، قود المناقشه، لا يكون كلامك هو ردة فعل للناس اللي قاعد تكلم عنهم، لا جيبهم انت صوبك، خلي يتكلموا لوقتك انت. ف99 انولدت من هالشيء، ان بالنهايه الطريقه الوحيده اللي ممكن واحد يكسر شوكه التشدد باي فكر هي عن طريق الثقافه والاداب اللي مبنيه على الفكر نفسه. هاي اللي كسر شوكه الكنيسه الكاثوليكيه في القرن الـ15، وهذا اللي لازم يصير في العالم الاسلامي، اللي هي تغيير طريقه تفكير او طريقه سلوك ايضا. نعم. طيب هل دكتور، طب بالنسبه لانتشار الـ99، احنا شفنا ان انتشارها كان واسع مش بس في الولايات المتحده، ايضا في المنطقه وشرق اسيا. تم ترجمه هذا العمل الى اكثر من لغه. نعم. الى عده لغات. نعم. ممكن نذكر بعضها؟ موجوده على كارتون نتورك في اللغه الماندرينيه حق الصين، لغه تايلانديه في تايلاند، موجوده بالهند باللغه الانجليزيه، في الاردو باكستان على قناه جيو، في الإسباني بأمريكا اللاتينية، بالتركي، في كذا لغة،
موجودة يعني من 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 أمريكا إلى الصين يعني على التلفزيون، وأول يعتبر أول عمل، أول ملكية فكرية تطلع من الخليج أو تطلع من العالم الإسلامي بعد. صح. وقدرت تغزو العالم فكريا. يعني إحنا نتفكر إن إحنا حطينا أبطال من أصل خليجي بالتلفزيون الأمريكي يعني بعد أحداث سبتمبر 11 حطينا أبطال إيرانية على التلفزيون الأمريكي. وفوق هذا يعني الحين مارفل ودي سي كوميكس سيناتهم طلعوا أبطال مسلمين. دي سي كوميكس طلعوا نايت كرولر اللي هو في عالم مستقبلي بروس وين يموت، وأكو باتمان جديد فرنسي بس من أصل جزائري مسلم. ودي سي ومارفل توهم نزلوا ميس مارفل اللي هي باكستانية مسلمة من ولاية نيوجيرسي. وبالإعلام لما يتكلمون عن نايت كرولر هالكلام من كم سنة وعن ميس مارفل هالسنة، الاثنين يتكلمون عن شون الـ 99 the 99 هما كانوا الإلهام وراء شغل دي سي مارفل. فقدرنا مو بس نغير النظرة لمجتمعنا، قدرنا إن نخلي غيرنا يحس إن حان الوقت إن يحطون أبطال أصلهم من ثقافتنا، مو بس إحنا نكون الباد جاي بالقصص. صحيح. هل لاحظ دكتور مثلاً تركز الـ 99 في منطقة عن الأخرى؟ يعني هل لاحظت إن انتشاره في شرق آسيا أفضل من مثلاً الشرق الأوسط أو من الولايات المتحدة؟ شوف احنا الارقام اللي عندنا بالنسبه للفيورشيب الناس قاعد يشوفونها ما عندنا غير من التلفزيونات الحكوميه، التلفزيونات البرايفت ما يعطونا الارقام. فوين احنا موجودين على التلفزيون الحكومي؟ في استراليا وافريقيا الجنوبيه وماليزيا. فاستراليا على اي بي سي فالريتنج حق البرنامج 40% فوق المعدل حق التايم سلوت، ممتاز. افريقيا الجنوبيه لا افريج اللي توقعوهم اللي حصلوا، وبماليزيا شويه فوق الافريج. فهاي الارقام اللي انا عندي اياها بالنسبه للسلع اللي بعناها وكذي. يعني اعتقد افضل محلين من ناحيه هالشيء تركيا واندونيسيا. باندونيسيا في احد شرح حقوق الديفيديات، طبعا موجوده على التلفزيون، في احد شرح حقوق المنتجات وحقوق الكتب المصوره باللغه الاندونيسيه. بتركيا احد شرح حقوق الـ يسوي الاشياء حق المدارس الجنط اشياء كذي، طبعا موجوده على التلفزيون. اول دوله حطت 99 على التلفزيون كانت في تركيا. فإذا هاي المقياس من ناحية اللايسنسز. بس من مقياس إن الناس يعرفونه بأمريكا، يعني صار في مجلات جديدة فيها 99 مع باتمان وسوبرمان مع بعض يشتغلون بأمريكا، وهذول يعني صار لهم صيت كبير وعرف يعني الجمهور على شخصيات. طيب دكتور، هل يتم إنتاج العمل إلى اليوم عن طريقك أنت شخصياً؟ هل أنت اليوم تمارس كتابة هذه الأعمال ولا عينت ناس مثلاً مختصين للكتابة وللتصوير وأيضاً إنتاج العمل؟ لا أنا بطلت كتابة من زمان. هاي على قولتهم هاي الايروني، أنا بديت عشان أكتب وخلال سنتين شلت نفسي من الكتابة. لأن شو اللي صار لما أول كم قصة أنا كان العلاقة يعني القصة الأساسية عن سقوط بغداد هاي أنا كتبتها. بس اللي صار عقب إن كملت بالكتابة، وطبعاً يقول الكل يقول خوش كتابة خوش قصص، بس بآخر المطاف من قاعد يكتب لهم يوقع تشيك حق معاشهم الشهري أنا. صحيح. فش بيقولوا لي تعرف؟ يعني حطيت بموقف يعني محرج انه شلون ما راح فكان يجب ان اشيل نفسي من الكتابه واكون محرر واكون شخص اللي افكاره قاعد تطبق. لكن الكتابه نفسها يعني شلت نفسي منها، ولما شلت نفسي منها القصه صارت وايد وايد احلى صراحه. يعني لان في ناس يعني هاي شغلهم سواء في ناحيه الكتب المصوره او ناحيه الكرتون كتابنا نفس كتاب ستار وورز وباتمان وبنتن، يعني التوب كتاب في هوليوود. وهذا يعني خذ البرنامج الى افاق يعني مستحيل ان انا اقدر اوصلها بروحي. يعني اذا الى الان عملك هو اشرافي اكثر من انه فني؟ اشرافي القصص. يعني فرضا الحين الموسم الثاني ل 99 سيزون 2 بيطلع عن قريب. انا نهايه سيزون 2 يعني جاتني الفكره بنص سيزون 1 واحنا قاعد نكتبها. فالاشياء اللي من 30,000 قدم شنو بيصير كذا، هذا انا للحين لي علاقه بكذا. بس الديتيلز مال الحلقات لا، اقول لهم فرضا بهالحلقه هالفكره توصل، بس طريقة وصولها ومنو الشخصيات كذا هذا أنا ما لي إيد فيها. تمام. طيب دكتور، اليوم عمل 99 انتشر من المنطقة إلى العالمية. نلاحظ أيضا دي سي كوميكس، هل لهم علاقة؟ هل في هناك علاقة مشتركة ما بين العملين؟ هو في العلاقة المشتركة بين دي سي كوميكس و 99 هو لفترة وجيزة إحنا كشركة كنا نترجم الكوميكس مالتهم للغة العربية وننشرها هنا. ما كان في أكل عيش مرة هالشيء، يعني كانت ما حد يشتري وما حد يقرأ للأسف بالمنطقة، فبطلنا. لكن علاقتي كانت وايد قوية معهم، كملت علاقة قوية، ومن هالعلاقة طلع الكروس أوفر اللي هي كتب طلعت فيها 99 مع باتمان وسوبرمان يشتغلوا مع بعض. وهاي صراحة كان شيء
كبير جدا بالنسبة لنا، لأن آخر مرة هم رضوا يسوون هالشيء كان مع مارفل، كان مع سبايدر مان من 15 سنة، فبالنسبة لنا كان بيج ديل، ورفع البروفايل مالنا عالميا بس هاي العلاقة يعني إن سوينا مع بعض هالكتب لا أكثر ولا أقل. طيب دكتور، بداية لمشروع من المحلية إلى العالمية بالتأكيد واجهت صعوبات كثيرة. اليوم أي رائد أعمال أي انتربرنور يواجه صعوبات كثيرة من بداية المشروع وحتى تنفيذه على أرض الواقع اللي إحنا نسميه أبس أند داون. شنو أبرز الصعوبات اللي أنت واجهتها في العمل هذا؟ وايد وليومك هذا يعني أحنا اللي ممكن إحنا نستفيد منها أو الشباب كونهم رواد أعمال يستفيدون من هذه الخبرة. شوف، أول صعوبة كانت مع نفسي، كنت لما جاتني الفكرة مثل الهوس يعني كان لازم أسويها تمام، بس لما فكرت بيني وبين نفسي قلت لو أنا بديت هالدرب وحاولت أجمع رأس مال وفشلت راح نعرف كل مجنون اللي حاول تمام. وهاي يعني كنت يعني شهر شهرين أفكر هل تسوى هالسالفة ما تسوى، عندك شهاداتك نايف، بس بعدين يعني اتغلبت على هالشيء، بعدين صار تجميع رأس المال وخاصة في منطقتنا إحنا الحين. طبعا الحين الوضع شوي تغير بآخر 12 سنة ما بديت أنا، بس فكرة إن في نوع واحد من الأسهم وأنت كرائد الأعمال تبي أنت تستفيد أكثر شيء إذا 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 المشروع ينجح، بس في نفس الوقت اللي مولك يبي هو يتحكم في مجلس الإدارة، وهي حقه بأمريكا، هاي سهلة لأن في أنواع مختلفة للأسهم، فممكن الشخص اللي عنده الفكرة يملك 90% من شركته لكن ما يملك التحكم بالشركة، لأن البورد عندهم أسهم اللي تحكم بالشركة، فالكل يحصل هني ماكو هالسالفة. فتعالوا شنو الطريقه المعقده اللي تطلع وتدخل وتملك انت، لان هني يعني معظم الشركات لما تطلع شو تطلع فلوس وعينون واحد صحيح. طب هذا صار موظف ما هو انتربرنور صحيح. فهذه كانت صعوبات، بس الحمد لله يعني مع الوقت قدرت القى ناس ان يعني وافقوني. يعني حتى بداية كانت صعوبه ان انا كنت ابي مليون دينار، يعني الشركه اللي كانت دش معنا كانت مصره ان اخذ 5. اخي ما ابي 5، ابي 1. بالنهايه وافقت على 2 عشان يتحكمون فيني شوي اكثر من لو كنت ماخذ 1 كان تحكم لي اكثر بالمشروع. فهاي كانت المعادله. انا قلت يعني اذا 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 قدرت انجح لما اجمع راس مال المره الثانيه بيكون بسعر عالي وراح اظل ان كنترول، وهاي اللي صار. الصعوبه الثانيه الحين طبعا انا طبعا رائد اعمال، لكن بنفس الوقت رائد اعمال اجتماعي او ثقافي، هني صعوبات، اكو ناس ما يبون ثقافه تتغير صحيح. فبالبداية كان واجهنا صعوبات ان نمنع بعض المجلات في السعودية، فكان لازم احل هالمشكلة. حاولت دايركت فشلت، فاللي سويت انا رحت بنك اسلامي وعرضت العقد دي وعجبهم وخضعونا لجنة شريعة ووافقوا على شغلنا ومولونا حق السكند راوند زين، هاي دخلنا على السعودية. بس هذه المشكلة بالضبط حلت المشكلة بالسعودية وسويت لي مشكلة في أمريكا، لأن صرنا إسلامك كمباني صحيح. فاللي صارنا عقب ما انعرفنا في أمريكا صار ردة فعل غير طبيعية هناك، إن هذا عنده توجيه إسلامي ويبي يغسل مخوخ عيالنا بسوبر هيرو الشريعة، وشوف عنده واحدة مبرقعة بالنايتينا يتعرف شي طاق السال حكي. وهني جماعتنا هم العكس صحيح. يعني ياتني على تويتر كل كم شهر في حملة ضدي، يعني الكافر الزنديق الماسوني الصهيوني، يعني شقوني صراحة. بس يعني تظل تقول إن يعني لما تشوف بالبداية لما كانت يتيني هالتفاعلات كانت بس كذي بوم، الحين تي وناس يردون عليهم ها. فمو أنا مرد، انا ما انا بضيع بينهم، بس صار في اخذ وعطاء، وبالنهايه احنا كثقافه ما راح نتقدم للامام من غير هالمناقشه، وهالمناقشه قاعد تصير. وانا جدا فخور ان مع ان كلام ما هو وايد حلو قاعد ينقال، بس جدا فخور ان جزء ان بدت المناقشه تصير. يعطيك الف عافيه، نشكرك دكتور. الى هنا ناتي الى ختام الحلقه الاولى من لقائنا مع الدكتور نايف المطوع، شكرا لكم.